اليوم في الكونسلتين في الجروبات. امير راغب هو اللي خرج على المجال، دخل الناس المجال ماشي ديال باك، تنقولها لك بهذا الاسلوب، المجال ماشي ديال باك، داكشي راه فيه بزاف ديال المغالطه، هذاك تهويل فقط. الوغ قبل ما نبداو الاجابه على الاسئله، بطبيعه الحال بغيت ندير واحد التوضيح فيما يقع الان. بطبيعه الحال كما لاحظوا مجموعه من الاخوان انه طاحوا دي سيرفور، وهذه الحملات اللي كتوقع فهي حملات عاديه، يعني هادشي ماشي جديد، تيوقعوه مره مره، تيداروا حملات وتطيحوا سيرفرات. المعلومه اللي واصلاني دابا هي انه هاد الاربعه السيرفر اللي طايحين وغالبا اللي كيخدموا بهم الدراري في اوروبا هما اصلا اربعه ديال الصحاب وعندهم نفس الداتا سنتر، يعني الداتا سنتر اللي طاح منه هذاك الشيء طيحوا الداتا سنتر، طاحوا اربعه ديال لي سيرفر، وهذا هو المشكل. علاش شي هاد اربعه السيرفرات ما خدامينش وسيرفرات اخرين خدامين؟ لان هذوك اللي ما خدامينش طايحين في نفس الداتا سنتر، وقف الداتا سنتر طاحوا اربعه ديال لي سيرفر، هادشي اللي واقع دابا. فحاولوا انكم الناس اللي هما بادين وعندهم كليان ديالهم، حاولوا انكم تشوفوا مع السبلاير وتشوفوا دي سيرفور اخرين تخدموا بهم مع الكليان، راه تما يتحل المشكل وتاني رجعوا خدموا باللي سيرفور اللي خدامين بهم. هادشي اللي كيوقع اخويا شيء عادي جدا بالنسبه للناس اللي تيقولوا حيت وصلوني اليوم في الكونسلتين في الجروبات. امير راغب هو اللي خرج على المجال، دخل الناس المجال ماشي ديال باك، تنقولها لك بهذا الاسلوب، المجال ماشي ديال باك، انا اللي وريتك المجال شي 2017 راه دويت في عليه، ماشي انت ديال الله حزقاتك الوقت في 2019 ودخلتي ليه وقعدت تفتي، سمعتيني؟ يعني وماش كاين شي واحد اللي كيعطيني ما ناكل ولا ما نشرب باش يقول لي ها فاش دوي وفاش ما دويش، باش نكونوا متفقين. اي واحد الاخوان كتشوفوا حط في الجروبات امين هو السبب، عرفوا انه اولا مبتدئ، ما عنده حتى علاقه بالضمير، وانه الحسد والغيره، باغي ياكلوا الخبزه غير هما بوحدهم، باغي ياكلوا الخبزه. وحيدوا منكم ديك الطفها ماطوريت، شتي ديك الطفها ماطوريت حيدها منك، الناس راه ما عارفين ما تيوصلوا، تيحضروا الراس وتيصغروا الراس. انت اللي دخل في شي دومين يلاه بديتي انت غا عام هادي ولا عامين بديتي كتدخل واحد 10 المليون 20 صحابك، انت راه هو با سير تكمش، باش نكونوا واضحين، الدومين ما ديال حتى شي واحد، غنبقاو نفس الهضره. هذا داكشي ديال الدروب شيبين ملي كنا تنهضروا على الدروب، باغي يخرج على الدوم، تيدخل لبراج، البرا واش هو انت؟ نتوما اللي دخل شي دومين تيسحب راسو راه هو اللي فيه، انت واش مراد نتوما ولا مالكم؟ واش يحسد في راه شي يحسد باللي كاين في هاد المغرب؟ راه شي حسد الاخوان، عرفت كيف؟ دابا اللي تيكتب هاد الهضره ديال امير راغب هو اللي دخل البراش وخرج على الدومين، هاد البراش مالهم ما ياكلوش طرف الخبز؟ على مال هاد البراش؟ هاد البراش مالهم؟ علاش حتى هو ما يضربش السر؟ خصك تضربو غير انت، انت اللي ما بروش، سير بل الخنز الاخر، يا خنز التبان. هادي هضره قاصحه، انا صيفطها لهاد الناس، سالينا هاد الموضوع هذا، الدومين ما ديال حتى شي واحد، ونهضر فاش ما عجبني، وباقي جاي الدومينات اخرين غنهضر فيهم، واللي عنده شي مشكل يدبر راسو، داك الحسد وهاد الغيره اللي فيكم، راه هي اللي ما خلاتكم توصلوا لحتى شي دومين، الله يحضر السلامه، شي حسد وشي غيره وشي، ما يبغيش اخوه الخير، واخ، مسألة ديال الناس اللي كيبيعوا. الناس اللي كيبيعوا انا ما كيبانش ليا انه عندهم شي خطر، دائما كنت نقولها الناس اللي تيقولوا لي المشاكل هذا، تنقول لكم راه مالين السيرفرات هما اللي مشكل، ملي تيكون عندك سيرفر راه مشكل، بيع وشرى يا خويا، بيع وشرى مع راسك، راه هنا في المغرب راه كاتبين دايرين بارابولات مكتوبه فيها هنا يباع، ما كايناش عندنا مشكل في هذا الشيء، بيع وشرى مع راسك، لا خوف عليك. الناس اللي هما بادين، الناس اللي هما بادين واقع لهم مشكل، باش ما يطيحوش مشكل مع الكليان شوفوا الترناتيف سيرفر باش يخدموا، وديما راه خاص يكون عندك باك اب سيرفر باش نهار تيوقع شي مشكل كتخدم بالباك اب سيرفر. المهم هادشي شوفوه مع السبلايرز ديالكم. على العموم نبداو ان شاء الله الاجابه على الاسئله. يا اخويا الريفي هذه الهضره اللي تتقال، والله القسم لا مريض مدقدق وعندي لي كونسلتين، وراه شفتو ما درتش الاثنين اللايف لا الثلاث لا الاربع، ولكن ملي
انا ما فراسي ما يتعاود صراحه. انا دابا راه حتى اليوم عاد السيده قالت لي راه الناس كيصيفطوا في انستغرام راه تيقولوا بالما راه طاحوا لي سيرفر وهذا داكشي. علاش جيت بغيت نوضح هادشي بعدا وراه درت ستوري وما قنعتيش ستوري وجيت ندير اللايف باش نوضح هادشي ونوضح اش واقع. هادشي راه عادي الاخوان, هادشي راه تيوقع, راه طاليان بورتوغال تيضلوا دايرين الحملات تيطيحوا لي سيرفور عادي. هادشي هاد الدومين فيه هادشي, وراه ما كاينش شي دومين ما تيكونوش فيه المشاكل من حين الى اخر. راه اللي الحمق اللي تيسحبوا راه ما كاينش شي دومين ما فيه مشاكل, راه تيوقعوا هادشي مسائل عاديه جدا. مصطفى المسألة عادية, نعم راه أي واحد قديم في المجال هادشي راه عادي, راه ماشي شي حاجة واو. للإشارة كذلك شفت ديزارتيكل أو لا أختيكل وحدة هي اللي كتبارطاجا, داكشي راه فيه بزاف ديال المغالطة, هذاك تهويل فقط. واحد سيد خدا اليوم شفتو في كونسلتين عنده 100,000 يوزر. انا خشعني, انا قلت ليه خشعتيني يا اخي, 100,000 واحد سبسكرايبر عنده هو بعد وهضرنا في هذا الموضوع. داكشي راه فيه بزاف د المغالطات اللي مكتوب في هذيك لاختيكل باش نكونوا واضحين. وهادشي انتم غادي تشوفوا, خليوا المساله مع الوقت, انتم غادي تشوفوا غيدوز هذاكشي وغادي ثاني تخدم, حيت هادشي عاهدناه هادشي عادي جدا, غادوز واحد الوقيته ثاني ويتقاد كلشي والخدمه.